السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد وموضوع جديد سنتكلم فيه اليوم بإذن الله تعالى عن كيف تعرف أي بلد وماذا يبحث في الإنترنت، بمعنى ما هي اهتمامات الدولة وما هي الكلمات التي المفتاحية التي يبحث عليها. وإذا عرفت هذه الكلمات بإمكانك أن تفعل أشياء كثيرة، فابقوا معي. أولا، كل ما علي فعله هو التوجه إلى محرك البحث جوجل، ثم أكتب google.com/trend، ثم أضغط أنتر. في هذه اللوحة الخاصة بجوجل سوف تسمح لك باختيار العديد من الخيارات، مثلا الدولة، وتختار الدولة التي تريد، مثلا أتركها الولايات المتحدة الأمريكية. تختار الكاتيجوري، تستطيع أن تختار الكاتيجوري، أتركها تولي كاتيجوري مثلا للمشاهدة فقط. وتجد الأشياء، ما هي الأشياء التي يبحث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق تولي كاتيجوري، بمعنى ليس هناك تحديد. كما نلاحظون نيكول كيدمان، جيمي فالون، هذه عبارة عن أشياء يبحثون عنها بكثرة في 24 ساعة الأخيرة، وسوف تشاهدون كل الإحصاءات هنا مترتبة بشكل جيد، وتستطيع أن تعرف تفاصيل أكثر عن كل موضوع، إحصائيات دقيقة عن الدولة. كما نرى هي الكلمة المفتاحية المتصدرة، الترتيب: ليون، كايتي، إيربن، ميشيل، ليون موفي. بالترتيب من الأكثر بحث إلى الأقل بحث، وبالترتيب الدولة التي تبحث أكثر، الولاية عفوا، فهي عبارة عن الولايات المتحدة. كما بإمكاني أن أختار الدولة التي أريد، وأستطيع أيضا أن أعرف الكلمة المفتاحية إذا كانت مستهدفة أم ليست مستهدفة عن طريق كتابة الكلمة التي أريد أبحث عنها. مثال، على سبيل المثال، كما نلاحظ هنا فإن هانتا إكس هانتا، لأن توغاشي توقف عن صناعة السلسلة ودائما يشكي من آلام الظهر، وأعتقد أننا سنموت ولن نكمل سلسلة هانتا إكس هانتا. المهم، فإن سوف يعطيك، وكما نشاهد أن الفلبين هي أكبر بلد يتابع هذه السلسلة. إلى هنا أعتقد أن درس اليوم، عفوا، أريد أن أشير إلى أشياء جميلة هنا. مثال: هل أنا أريد أن أترك البحث في اليوتيوب، جوجل شوبينج، ريسيرش داكتياليتي، ريسيرش ديماج، أريد أن أعطيه ما هي الصيغة، مثلا أتركها يوتيوب على سبيل المثال. فكما تلاحظون، نعم، البحث منخفض، تولي كاتيجوري، مثال أتركها هكذا. بإمكانكم التصفح واكتشاف ماذا يوجد بها بنفسك، على سبيل المثال ج تستطيع أيضا أن تختار الوقت، موان دو كاتر. تستطيع أيضا أن تختار، كما قلنا، الدولة. أترك لك الحرية في الدخول واكتشاف، فقط سوف أترك لك هذا الرابط في وصف الفيديو: www.google.com/trend/. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.